ما خليتم ما درتوا فينا وحنا صابرين، حنا كنقولوا لا سلامة الوطن وخدمة الوطن، اما داك الشيء ديال السياسة ديال عافى الله عما سلف لا ثقة، ما بقى الثقة، دابا الثقة في الوثيقة فقط. واخا تجيبوا الشينوا ما غنثقوش فيهم، فما بالك بالناس اللي تحرقات الورقة ديالهم. لا نريد شرا بهذه المملكة الشريفة، لا نريد بها شرا، مطالبنا واضحة، السحب النظام الأساسي ما كاين بو تعديل، سحبوا الزيادة المباشرة في أجور نساء ورجال التعليم ولا علاقة لها بالزيادة المركزية، كيفما تزاد في قطاعات أخرى حتى حنا يتزاد لينا، حنا ما كنسعاو حد، ضحينا بما فيه الكفاية وصبرنا بما فيه الكفاية. أنتم لا تمثلون في هذه اللحظة إلا أنفسكم، واحد النسبة قليلة من اللي مستافدين من الريع في الجناب ديالكم. السلام عليكم الإخوة والأخوات، تحياتي لكم، أتمنىكم بخير وعلى خير. واش أقول لكم، والله هادشي لا تضحك، بالله هادشي ولا كيضحك. دابا كلشي باغي يدير الوساطة مع رجال ونساء التعليم، كلشي كلشي باغي يدير الوساطة. اسمع مولاي، اسمع اسمع مزيان، الاوراق ديالكم حرقتوها كاملين، سواء السياسية او النقابية او الجمعية احرقتوها. الان بيننا وبينكم ما كاينش ثقة نهائيا، ما كاينش ثقة، واللي قرصاتو الحية كيخاف من الشريط. تاريخكم اسود، والبيع والشراء خاصة في رجال ونساء التعليم معروف، وبالتالي الاخوة الله يجازيكم بخير، نرجوكم راس الصفوف، راس الصفوف، ما تنطاليش عن عليكم الحيل ديالهم. كل شي دابا باغي يركب، الحكومة ما كرهتش تستدعي كل شي باش ينهيو هاد الحركة الاعتجاجية بأقل الخسائر وبالفوتات، بالفوتات فقط. المطالب ديال الرجال ونساء التعليم عندكم، والأجهزة ديالكم راه مسايرانا، وكنعرفوا أنها مسايرانا، وراه عارفة المطالب ديالنا، تحقيق كل مطالب مرحبا، غير ذلك المسلسل النضالي سيستمر والاحتجاج سيستمر، وقلنا سنغير الإيقاع، غيتغير الإيقاع، لأن هذا الخطأ انتوما كتحملوا المسؤولية ديالو ماشي حنا، ما خليتم ما درتوا فينا وحنا صابرين، حنا كنقولوا لا سلامة الوطن وخدمة الوطن، اما داك الشيء ديال السياسه ديال عافى الله وعما سلف لا ثقه، ما بقى الثقه، دابا الثقه في الوثيقه فقط. المطالب عندكم، حوار ديال نهار اثنين لا يهمنا لا من قريب ولا من بعيد، مطالبنا عندكم. واخا تجيبوا الشينوا ما غنثقوش فيهم، فما بالك بالناس اللي تحرقات الورقه ديالهم سواء سياسيا او نقابيا، وهذا الشيء نبهنا ليه، مجموعه من القادات النقابيه نبهناهم انهم يسيرون بالمغرب الى المجهول، ويسيرون بهذا الوطن الى عمق ساحق، ولكن مع الاسف الشديد حتى واحد ما كان يسمع لنا، بل ان البعض منهم استهزأ من هذا العبد الضعيف. وبالتالي نحن وطنيون حتى النخاع، لا نريد شرا بهذه المملكة الشريفة، لا نريد بها شرا، مطالبنا واضحة، السحب النظام الأساسي ما كاين بو تعديل، سحبوا، ما كاينش تعديل، سحب، ارجعوا للمربع الأول وغنناقشوه من جديد، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، منشور من رئيس الحكومة بتوقيف الاقتطاعات أو استرجاعها إن تمت مباشرة الاقتطاع، حل كل الملفات المطلبية الفئوية، جميع الملفات بما فيهم الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، هذه الدولة ديالنا احنا مواليها،
الزيادة المباشرة في أجور نساء ورجال التعليم، ولا علاقة لها بالزيادة المركزية كيفما تزاد في قطاعات أخرى، حتى حنا يتزاد لينا، حنا ما كان سعو حد، ضحينا بما فيه الكفاية وصبرنا بما فيه الكفاية، ولكن انتم جريتونا لهذا الشيء، عينك الحشمو جريتونا لهذا الشيء، وهذا دليل على فشل الحكومة في تدبير جميع الملفات الاجتماعية. لأن الطبقة المتوسطة واللي منها رجال ونساء التعليم التكوات بغلاء الأسعار، والتكوات بالاستغرار والاستصغار والإدلال، وبالتالي إخواني الشرفاء أخواتي الشريفات مزيد من الصمود حتى تحقيق كل مطالب، سقف المطالب نهار على نهار كيطلع، نهار على نهار كيطلع، والظهور ديال مجموعة من الجهات للركوب على هذا الملف ديال الاحتجاجات ديال الرجال ونساء التعليم، نقول لهم خط أحمر غير مقبول، الوساطة ما مقبولاش. إذا كنتم كتمثلوا غالب الشغيلات توسطوا، أنتم لا تمثلون في هذه اللحظة إلا أنفسكم، واحد النسبة قليلة من اللي مستفدين من الريع في الجناب ديالكم. حنا قلناها سابقا ونقولها الآن، حنا خرجنا باش نوقفوا على شغلنا بيدينا، شغلنا بيدينا، حنا ماشي قاصرين، فينا ناس على مستوى جد 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 طيب من العلم والمعرفة. هذا هو اللي حبيت نتقاسم معكم في هذا المساء هذا، لأن كاين بعض الصفحات المأجورة دابا كتروج للشيخ وزعبيلات، راه هاد الجهة بغات توسط، هاد النقابة حقها عيطوا لها، واخا ما عندهاش التمثيلية راه لا يهمونا، داك الشيء راه لا يهمونا اصلا. حنا هاد المسألة ديال الحوار صافي فتناها، حنا ما كنتحاوروا مع حد، هاد الساعة ما كنتحاوروا مع حد، هاد الساعة كنفكروا في طريقة النضال ديال الأسبوع المقبل، كناخذوا الآراء من القواعد وغنشوفوا طريقة النضال، نقطة سالات الهضرة. اللي باغي الحوار يتحاور مع راسه، حنا سالينا المطالب راها عندكم صافي، استجبوا المطالب، السلام عليكم، مشيو الأقسام ديالنا، ما تشوفونا ما نشوفوكم، صافي نمشيو لخدمتنا. ولكن اي مطالب ما لباتش كرامة رجال ونساء التعليم غير مقبولة. اخواتي اخواتي تحياتي لكم، اتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى لكم التوفيق، مزيد من الصمود، مزيد من النضال، فما بقى الا القليل، لان كنشوف على ان شي حوايج ما نقدروش نشرحوهم، ولكن ما بقى الا القليل ان شاء الله حتى تحقيق كل المطالب. تحياتي لكل الشرفاء والشريفات، المناضلين والمناضلات، القابضين والقابضات على الجمر، أمسيتكم سعيدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.